اهلا وسهلا بالساده المشاهدين، وكل عام وانتم بخير في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات والاستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب بجامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا اهلا صح. اهلا وسهلا. انا جاي لك النهارده بقى ايه لابس كاجوال ده عشان العيد. والله ماشي، هتفرح الولاد يعني. ماشي مع رابع ايام العيد بالظبط كده. وانا بقى قلت انت تمشي تلبس اللي هو الرسم او الفورمال. لازم رسم ده يجي لنا الشرف عشان احنا طالعين معاك. بس الله يخليك يا حسين. الله يخليك دكتور محمد، كل سنه وانت طيب. واحنا مش هنقول اخر ايام العيد، لان بنتمنى ان يكون كل ايام عيد ان شاء الله، والعالم كله يا رب يديم علينا بالاعياد وبالمناسبات السر يعني. اللهم امين. بس طبعا السؤال اللي يعني قبل ما ناخد الاتصالات، التملي كانوا بيسالوني، قلت لهم يا جماعه انا راجل مقدم برنامج وليس دكتور البرنامج. لا الله يخليك، عاوزين بعد كده تشتغل معايا شويه. انا نفسي اشتغل انا المقدم عشان نلاحق. لا لا انا مستريح كده. كانوا بيكلموا على لخبطه الاكل طبعا، اول يوم العيد لحمه، ثاني يوم العيد، ثالث يوم وافطار وغدا وعشاء. فهل بيقول لك يعني بعديها بالاخص صاحب مريض السكر او اي امراض، هل هيقدر يعدل نفسه تاني؟ لان في واحد اتصل بيا قال لي انا خايف اروح احلل سكر او اخلي، لان انا من اول يوم العيد لغايه دلوقتي واكل اكتر من 10 كيلو لحمه يعني. قلت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هو اولا انا عايز بس اقول للساده المشاهدين ان احنا ما بنعدش البرنامج قبل ما بنيجي. والاستاذ حسام دايما بيطرح مواضيع جميله، وانا والله ما كنا عارفين ان احنا نتكلم فيها. النقطه اللي بتتكلم فيها دي جميله قوي يا حسام. يعني في بعض امراض الاكل يمثل جزء كبير جدا من العلاج. تمام، واخبر حضرتك. واولها السكر، وبعدها مثلا الضغط. بس الضغط الحقيقه مش الاكل قوي قوي، هو السكر. اديها مثلا لو هندي 100 درجه من 100، اديله 30 او 40% الاكل، واخد بال حضرتك. الضغط ممكن نديله 10% الاكل. طيب اتفضل. معنا اتصال يا دكتور. اوي عشان احنا كمان بقى. طيب ناخد الاتصال. سلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا عايز اسال الدكتور، اقول له ان انا على طول بيجي لي همدان في جسمي كده، ومره واحده لاقيني جسمي همدان ومش قادر اعمل ولا شغله. معك. طيب اتفضل. من ايه؟ حاضر، بس لازم اخد بعض المعلومات يا فندم بعد اذن سيادتك. ماشي. سن سيادتك قد ايه؟ 32 سنه. 32. ووزن حضرتك؟ وزن حضرتك 86. طولك 160 مثلا؟ 170. 170؟ يعني طويله جدا. طيب يعني وزنك الى حد ما كويس. ايوه انا مش تخين. مفيش سكر؟ مفيش ضغط؟ لا ما فيش ده سكر وما فيش ضغط، بس معدتي اللي بتوجعني وباخد لها علاج. حاضر. حضرتك بتاخد علاج اسمه ايه؟ لان ممكن يكون هو اللي عامل لك الهمدان. ولا انا باخد يا دكتور، انا كنت مكلمه حضرتك قبل كده وقلت لك ان انا باخد حاجه مضاده للحساسيه قبل النوم، لان عندي حساسيه في الاحبال الصوتيه. طيب ما ده بيخلي البني ادم ممكن الصبح ما يبقاش فيه اتزان يعني. بس الصبح يا دكتور انا بيبقى يعني مثلا الشوية بتوع العصر دول ألاقي جسمي همد وألاقي نفسي مش عارفة مش مركزة كده. طيب هل ممكن نوقف الأدوية كلها لمدة يومين، ولا ما تقدريش توقفيها لمدة يومين؟ ممكن أوقفها عادي. خلاص وقفيها لمدة يومين واتصلي بينا، لو لقيتي بقى نفسك كويسة يبقى الأدوية دي هننقي منها حاجة نوقفها أو نغيرها. ماشي. ألف سلام عليكي. شكرا. سلام. شكرا على الاتصال. هناخد اتصال بعده يا دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ ولاء. كنت طيبة يا فندم. بالصحة والسلامة. يا دكتور أنا مريض سكر يعني من فترة طويلة، يعني 10 سنين أو 3 سنة كده. بس اللي عندي السكر يعني ما بيعلاش بأمر الله سبحانه وتعالى إلا لما يكون في زعل، في ضغط نفسي، ألاقي السكر قل. طول ما أنا ما فيش أي حاجة وأنا منظمة الحمد لله في الأكل وبرضه في اليوم بتاعي، منظمة في الأكل جدا جدا يعني. فهو أنا باخد في الوقت الخالص ده. دي خروشة يا دكتور. جلوكوفاج مش كده؟ لا جلوكوفاج. جلوكوفانس. كم حباية يا فندم؟ باخد واحدة بعد الغداء. واحدة بعد الغداء. وهي دلوقتي الشكوى ايه بالظبط؟ الشكوى
بيعلى مع الضغط النفسي مع الزعل. رحت اعمل تحليل امبارح لقيته 341، لكن قبليها كنت انا برضو محلله كان السكر العادي 180 180 كده. طيب ما كانش فيه يعني لا 180 اسمعيني 180 ده صايم ولا بعد الاكل يا فندم؟ لا كان اللي هو العشوائي كده في الصيدليه بعد الاكل برضو. طب ما هو 180 عالي برضو مش واطي. هو ساعات بيوصل 110 ساعات يعني 100 في الحدود دي. طيب طول ما انا كويسه يعني ما فيش اي ضغط نفسي ولا اي زعل ولا اي حاجه الاقي نفسي طبيعيه جدا. طيب بس انا دلوقتي في برضو وجع يعني من ناحيه القولون برضو من الزعل كده ببقى حاسه ان في الحته اللي تحت صدري على طول دي ساعات بتمسك عليا جامد يعني يعني تعب جامد شديد فيها كده. طيب حاضر. ده سؤالي. سؤال بقى للطفل اللي حفيدي يعني ممكن اقوله؟ قول اتفضلي. اتفضلي سألي. التاني ان حفيدي كده جه من 15 يوم كده كان بالليل يدق برجله وبالليل بس وقعد كده يجي اسبوع وبعد كده بقى بالليل وبالنهار فاحنا مش عارفين نروح لأنهي دكتور لعظام ولا سنه كام سنه؟ سنه 4 سنين. يعني ايه يعني بيعرج؟ بيعرج كده ده كان في اول اسبوع كان بالليل بس وبالنهار مفيش اي حاجه خالص. لكن دلوقتي بقى بالليل وبالنهار. في الم بيشتكي من الم او غيره؟ لا خالص خالص يعني لا. ما بقولش في حاجه بتوجعني. لا روح لدكتور اطفال. ابص عليه. اطفال ولا عظام؟ لا 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 اطفال. اطفال يعني. الف سلام عليك. اتفضلي وانا هرد عليكي بالنسبه الله يخليك. مع في بيبقى في وش في التليفون جامد على فكره. مش مهم هو حظ بس انا اخر الاتصال بتاعك كويس الحمد لله. الله يخليك ربنا يكرمك يا دكتور وكل عام وانت طيبين وربنا يجازيك كل خير. اللهم امين يا رب. الله يخليك. شكرا يا استاذه ولاء كل سنه وانت طيب. ممكن حتى ندخل الاتصال الثاني وانا هرد على ست ولاء طيب ناخد الاتصال اللي بعده استاذ فرج سلام عليكم. لو تنتظرنا بس لغايه ما الدكتور استاذ فرج بس اركب انت الخط يا استاذ فرج عشان ايه ما حدش ينط عليك. بص بقول لك طار منه. طيب احنا هنجاوب ولو في حد جه يدخله طيب. عادي تمام. اولا السكر في حاجه اسمه السكر الداخلي وهو العوامل اللي بتزود معدلات السكر في الدم العاديه اللي هو الاكل الكتير قله الحركه واخبار حضرتك عدم وجود الانسولين ده بتزود السكر. عدم وجود الانسولين بيزود السكر. طب الحاجات اللي بتزود السكر الداخليه واخد يعني ايه داخليه؟ يعني المريض يبقى سكره دلوقتي 110 مثلا وبعد 3 ساعات يحلله هو ما دقش حاجه يلاقيه 180 ويلاقيه 190 ويلاقيه 300. طب ده ما كلش يبقى السكر ارتفع منين؟ واخد بال حضرتك؟ تمام. ارتفع لان في هرمونات داخليه طلعت زودت السكر. ممكن تدخل الحاله دي وانا اقول لها. تمام. خلاص خليك اتفضل. خلاص ناخد الاتصال اللي بعده استاذه جمالات سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا ست جمالات استاذنك بس ارد على الست ولاء قبلك. شوف يا ست ولاء انت بتاخدي جلوكو فانس ده مش كافي بالنسبه لك انت حبايه واحده مش كافيه فممكن تاخدي حبايه قبل الغداء ونص قبل العشاء ده هيظبط لك السكر الداخلي حينما تكوني زعلانه. نكمل كده 21 يوم ونشوف. يلا اتفضل حضرتك. اتفضلي يا استاذه جمالات. الو اتفضل يا فندم. الو مع حضرتك. اقول للدكتور يعني عندي برضه على طول جسمي كده عرقان وسخنه واخذ الحبايه اهدى شويه وبعد كده ارجع تاني. طيب حضرتك سمعانا؟ سمعاك حضرتك. معلش عيدي تاني عشان في جملتين وقعوا مني كده لو سمحت. الضغط مرفوع علي على طول. بيطلع كام يا ست؟ بيطلع كام؟ عايز اخد حبايه اخف شويه وارجع تاني. طب بس انا عاوز اسال سؤال. نعم. الضغط العالي ده بيطلع كام؟ والله انا رئيس يا دكتور. بتقول ما بتقسوش. طب امال عرفت؟ لا والله مش بقدر اقول. ما بتقسوش ودماغها وجعاها وما بتقدرش تقوم. ما بص يا فندم الضغط ده بالنسبة لي أنا أرقام عشان أقدر أدي حضرتك يعني علاج على الأقل جيبه ولو تمرجي ولا ممرض ولا صيدلية يسيل الضغط بس عشان أعرف الرأسي من رجليا ده واحد. اتنين لازم أعرف العلاج اللي سيادتك بتاخديه. بتاخدي علاج إيه للضغط؟ أنا باخد حباية برد كده بنفسجي كده. تمنه كام؟ تمنه كام؟ نعم. الدواء سعره كام؟ ثمنه؟ الشريط ب 13 ونص.
بكم؟ ب 16 ونص الشريط. 13 ونص. اه كم ملي مكتوب عليه؟ مش عارفه والله يا دكتور ما بقراوش. طيب هل ممكن حد يكلمنا بس او يتصل دلوقتي لو يقدر يدينا المعلومات دي دلوقتي عشان ما تعرفوش تجيبينها تاني؟ محدش معايا، مش معايا الا ربنا. طيب القلم بتاع راس سيادتك مكانه فين؟ يعني ممكن اخد حبتين منه؟ لا ما ينفعش الكلام ده، ممكن يكون الضغط واطي. اصل احيانا حضرتك الدواء بيوطي الضغط يدي اعراض زي زياده الضغط، وفي الحالتين حد علاج غلط. لو زودت لك الدواء وكان ضغطك منخفض ممكن ما تقوميش من السرير خالص. يعني العرق والرغوط ده هو اللي يكون واطي؟ يعني بص الالم فين في راسك؟ العرق والرغوط ده ممكن يكون واطي؟ الالم اللي في راسك مكانه فين؟ اه استاذه جمالات. لا لازم اجاوب عليها. اه انا استاذه جمالات. بص بص يا استاذه جمالات، الصداع او الالم اللي في راسك في انهي منطقه في الراس؟ يعني هنا 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 موجود كده وصار كده سن كم سنه؟ وقلق ومش عارف انام وكده. سن كم سنه؟ سن 70 سنه. هتاخدي دواء اسمه سيدو ديان حقنه، سيدو ديان او جاينو ديان او اي مثيل ليها، لان الحقنه دي حضرتك رخيصه. هتاخديها مره واحده وتدعي لي ان شاء الله وتقيسي لي الضغط وتكلميني تاني. هي حقنه واحده تمنها حوالي 8 جنيه بس تاخد في العضل، وهتتعبي على ما تجيبيها، واخده بالك؟ هتخفف لك ده كله وتقيسي لي الضغط وتكلميني تاني. انت واضح انك لوحدك واحنا تحت امرك. ماشي شكرا شكرا استاذه جمالات. نرجع لموضوعنا. دكتور محمد، فهو في بعض الاكل حضرتك بيكون هو بيمثل خلاص فتر خلاص. طيب هنعمل ايه عند امكانياتنا كده؟ ماشي. استاذه سوسن سلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. ازي الدكتور عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. ربي يخليك يا دكتور. انا واحده عندي 58 سنه وارمله وعليا ايجار وعليا وتمام وعليا ايجار وعليا نور. في حد ابن حلال جه دفع لي الايجار، في حد ابن حلال جه دفع لي الايجار، انا ساكنه وعيالي بنتين وجوزتهم ومفيش شغل ومفيش اي حاجه، فطالبه منك تدفع لي فلوس النور يربي ينجيك ويوسع رزقك وما تنضمش ابدا. طيب حاضر. اصل لو حضرتك مش ده مش مبدا البرنامج، ان شاء الله الكنترول هيظبط الامور ويتصل بحضرتك وتليفونك عندهم. سيب التليفون حضرتك عندهم ان شاء الله. ماشي يا استاذ سلام شكرا. ناخد اتصال بعد. ام عبير سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه دكتور. انا ام عبير اللي قلت لحضرتك على التهاب صوابعي، وحضرتك طلبت مني السكر صايم وفاطر. عظيم. عملت يا دكتور بس ما لحقتش حضرتك الحلقه دي ما ردتوش عليا. حاضر اتفضلي. اللهم صل على النبي. استوس. السكر الفاطر الصايم طلع 110. ماشي. والفاطر 119. خدت ايه عشان تفطري؟ اكلت ايه؟ نعم. اكلت ايه عشان الفطار؟ الفطار فطرت سندوتش جبنه وبيبسي وحاجه ساعه زي ما حضرتك قلت لي زي بعضه. موافق. طيب حضرتك دلوقتي الالام في اطراف الاصابع صح؟ ايوه. هقول لحضرتك يا دكتور صوابعي مش عارفه امشي زي الاول خالص. الحرقان ده تعبني وبقالي شهر باخد ملجا وبدني بنسانول. لا نار نار صوابعي زي المحروقه. طيب سؤال. وعملت يا دكتور تحت معلش عشان ما انساش. وعملت ايوه دكتور. عملت ايه؟ عملت تحليل صورة دم طلع الهيموجلوبين 11.4 وعامله البول كامل تيراجوريك اسيد 6.8. خدت اي علاج لليوريك اسيد او ما الى ذلك؟ اليوريك اسيد طلع 6.8. ما انا سؤالي خدت ادويه لليوريك اسيد ولا ما خدتيش؟ لا يا دكتور ما خدتش حاجه لغايه دلوقتي. ولا طيب. خدت للانيميا. طيب بص يا فندم الانيميا لا. طيب اقفلي وانا هقول لحضرتك العلاج ان شاء الله. طيب يا دكتور وبيجيني دوخه. انا مرضى ضغط عالي طبعا. ايضا لحضرتك كام الضغط؟ نعم باخد كوزار 100 الصبح ونورفاسك 10 بالليل. الضغط كام؟
الضغط الوقت الزبط كويس. طيب انا اللي كان ضغطي 200 و 190 وكده. جميل. دلوقتي كام برضو؟ اخر مره قست هو الصيدليه مش راضي يقسمني عشان كورونا، بس اخر مره من شهر كان 130 على 80 من شهر. طب هنحاول، بس دلوقتي مفيش اعراض يعني ارتفاع او انخفاض ضغط زي صداع زي ايوه مفيش صداع؟ اقول لحضرتك يا دكتور، اقول لحضرتك انا من 3 ايام برضو جات لي دوخه، وقررت دي كم مره بقت تجيني دوخه وعرق وعايزه ارجع. ممكن يكون الضغط بينخفض، لازم نقيس الضغط. مرضى وعايز الضغط وعايز ارجع، عايز اقول قلبي. طب خلاص اقفلي بقى حضرتك وانا هجاوب. ماشي، شكرا يا عم عبير، عشان عندنا بعد كده الاتصال للاستاذ فرج. خليك معانا بس، خليك معانا عشان دي واحده يا استاذ فرج، لما بتيجي الخير بيجي، خليك معايا شويه. هو بالنسبه لام عبير دلوقتي هي عندها اعراض كتير، الناس بتوع الضغط عشان احنا بنعالجهم كده في الهواء الطلق على الهواء، فلازم يقيسوا الضغط كل 15 يوم، وقياس الضغط كل 15 يوم ده أدفع مما يجب. يعني لو راحوا مستوصف تبع الحكومه او تبع حاجه ويقيسوا الضغط هيقيسوه في الطوارئ، يقيس الضغط ببلاش الحكومه، يقيسوا في الصيدليه بخمسة جنيه اي حاجه يعني، ولازم يتسجل ونقوله. اما يقول لي عندي ضغط عالي او مش منتظم انا عايز ارقام، ما ينفعش بدون ارقام. ما فيش حاجه اسمها حلو، دي حلو دي رقم بالنسبه لي انا افهمه، لا. عالي رقم افهمه، واطي رقم افهمه. صح. مريض الضغط مش معنى ان هو بيعاني من صداع او غيره يبقى الضغط عالي، ممكن يكون منخفض. والدكتور يقول لي انا جالي دوخه وجالي هبوط ومش عارف ايه. طب انا بالنسبه لصوابع رجلها هتاخد دواء اسمه تيجريتول، حبايه 200 ملي جرام قبل النوم كل يوم. هتاخد حاجه كمان اسمها زي لوريك 300 ملي جرام حبايه قبل الغداء بساعه. وهتاخد معانا ممكن كمان يوروسولفين فوره مره واحده في اليوم كمان، وكمل هذا العلاج 15 يوم اتصل بينا. تمام. حد ما خدش الدوبنا عليه في حد؟ تمام. لا احنا ماشيين كده. احنا معانا استاذ فرج دلوقتي وبعديها ام محمد. استاذ فرج السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا منين يا حضرتك؟ اهلا بيك، اهلا وسهلا. اهلا بيك حضرتك. اتفضل. سامع يا استاذ فرج؟ انا سامع سيادتك. شكرا يا استاذ فرج. عاود الاتصال تاني ناخد ام محمد. السلام عليكم ام محمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا ام محمد اتفضلي. ايوه يا دكتور. نعم اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا متابعه من حضرتك من جنة، فالسكر قلت لي استمر 6 شهور على السيدوفاج، لما بيظهر لما بحلل صايم بيظهر 85 88 لما بيكون صايمة لغاية المغرب. طيب وبعد الأكل بيطلع كام؟ بيطلع كويس برضو 130. طيب بس أنا ماشي يا دكتور، بس حللت بعد كده فاطر اللي هو 8 ساعات الصبح، 8 الساعة 11 الصبح بسمع. اتفضل. فطلع معايا 100 ومرة 109، ويوم أول امبارح قبل العيد طلع معايا 117. طيب انت وزنك كم كيلو؟ 75. بس كله في بطني يا دكتور، وعندي تكيسات مبايض. سنك كم سنة؟ 40. انت عايزة تخلفي؟ لا انا الحمد لله جبتهم 4 في 8 سنين وهم طب خلاص تكيسات. في شعر زيادة في جسمك ولا حاجة؟ لا هو الطبيعي يعني، بس هي انا جبت 4 من اول 4 خلاص خلاص طبعا عشان غيرك مستني ربنا يبارك فيك. يعني اذا التكيسات دي ولا تنفعنا في حاجة ملهاش لازمة بالنسبة لك. واخد بالك؟ خليها ما تخليهاش تبقى جد. بتاخدي جلوكوفاج قد ايه؟ باخد 1 جرام بالليل، والغدا حضرتك قلت لي 500 بعد ال كده لمده سنه. الف سلام الف سلام. تمام. كده لمده سنه. شكرا شكرا شكرا. ناخد اتصال بعده ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم الدكتور والله؟ اتفضلي يا ام احمد. الله يخليك يا دكتور. انا لسه متصلة بحضرتك دلوقتي، اللي انا باخد جلوكوفانس دوت 2.5 على 500. حاجة تانية ان هي بطني، الوجع اللي بطني دوت من العصبية اللي انا كنت فيها اللي انا بقول لحضرتك عليها، السكر بتاعي ما بيعلاش الا ما بزعل. فانا اخد الجلوكوفانس ده قد ايه؟
وعايزه حضرتك بس توضح لنا حته الفطار دي نفطر ايه بالظبط. يعني في ناس تقول الجبنه بتعلي السكر، في ناس تقول لا الفول لا مش عارفين احنا بص يعني بص نفطر يبقى بص ايه. لا اسمعيني بس حضرتك، وهل معلقه العسل الابيض ديت فيها ضرر عليا لو انا خدتها عبيء كده بميه؟ طيب الف سلامه عليك. وهي موضوع بطني بقى اللي هي برضو تبع القولون برضو اخد له ايه؟ حاضر بس حاضر الف سلامه. شكرا شكرا. المريض عايز طبعا، انا مقدر ان هو الاتصال بيبقى صعب واحيانا ما بيعرفش يجيبنا وكده، تمام، فعاوز ايه يتصل بالجمله، يعني يقول لك القولون ويقول لك جنبي يقول لك لا 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 ده غلط على الدكتور، هيقعد يكتب لك 30 دواء ده غلط، احنا هنظبط السكر الاول ونطمن عليه والدنيا تستقر، نبدا نفص على القولون نشوف الباقي وبعدين نبص على جوزك اللي مزعلك، لكن هقعد انا ادي كده؟ لا انا مش دكتور طبيب عام، لازم الناس تكون عارفه الكلام ده كويس. تمام. فاحنا دلوقتي هي بالنسبه لها بتاخد جلوكوفانس 2.5 500، ده دواء خفيف قوي بالنسبه لها، هي هتاخد حبايه قبل الغدا وحبايه قبل العشاء، بدل ما قلت نص قبل العشاء يبقى حبايه. تكملي على كده سكرها كم يتظبط والدنيا تتظبط، تبقى نبدا نخش على المرحله الثانيه. تمام. القولون وما ادراك ما القولون. استاذ فرج على الانتظار. استاذ فرج. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ ايوه انت جبت الموبايل الحلو ده منين؟ الصوت طلع حلو ما شاء الله. اتفضل. ايه يا دكتور؟ سامعك والله، اتفضل. يا باشا انا طبعا عندي 35 سنة. امال يا اخويا صوتك اذا كنت 65 سنة مخوفنا وانت داخل. مش اما اشتكي لا من سكر ولا من ضغط حتى سكر. طب امال بتشتكي من ايه؟ من جيرانك؟ اتفضل. ماشي بس اللي عندي المعدة تعبانة شوية، حللت قبل كده طلع عندي الميكروب الحلزوني. البلد كلها عندها الحلزونية يعني. مفيش مشكلة. وفي نفس الوقت برضو حضرتك بعاني من نسبة تيفود معلقة معايا ده لا يمكن من أكتر من 8 سنين. بتعاني من إيه؟ من نسبة تيفود. ما هو التيفود لما بيجي بيسيب الأجسام المضادة طول العمر، إيه المشكلة في دي؟ مفيش تيفود. طب محلل يا باشا أما يطلع نفس، يعني ما تطلع نفس النسبة وتنشط. لا بص حضرتك، الأمريكان نفسهم ما بيعتمدوش على الفيدال تيست اللي أنت بتعمله ده بتاع التيفود. الدواء التحليل ده ما اشتغلت معاهم وجيت اعمله في بلادنا اللي هما في بلادنا ما اعترفوش بيه خالص. التيفود تساوي عينة من الدم اثناء الحرارة ويطلع فيه الميكروب جوه الدم. طبعا ايوه. يبقى انت انسى التحليل العرة اللي انت بتعملها دي من غير زعل لا مؤاخذة يعني. ولا تعيدها تاني. وما فيش حاجة اسمها تيفود مزمن. التيفود. طب يا باشا جسمي بيسخن كده وحتى لما بروح اكشف عند دكتور بيقول لك لا ده في نسبه تيفود في المعده، في نسبه تيفود في المرارة. ما اعرفش الكلام اللي هو بيقوله ده. انت دلوقتي حضرتك درجه الحراره بتطلع كام؟ درجه الحراره بتطلع 38. لا يبقى في حراره كده، احنا متفقين. نشوف الحراره مصدرها جاي منين. ما فيش تيفود مزمن، ما فيش حاجه اسمها كده. وحضرتك يعني في اثناء التحاليل ايه المضادات الحيويه خدتها؟ لا يبقى هقول لك تعمل ايه. انت حضرتك ما تاخدش مضادات حيويه لمده شهر، واما درجه الحراره ترتفع تروح تعمل حاجه اسمها مزرعه دم للميكروب. تعمل الميكروب. ايوه. ولازم ياخد العينه من وريد كبير. طبعا. مش ياخده من وريد عره كده من الدراع، بياخده من هنا من الفخذ اثناء درجه الميكروب. الميكروب الحلزوني ليه تاثير؟ انا لما اقوم الصبح كده البلد لما يعتبر اما اموت واصحى. لا بص، الميكروب الحلزوني ده موجود في نسبه مثلا الناس اللي عندها المعده في نسبه تقريبا 80%، والناس اللي ما عندهاش معده نسبه 80% برضه، فاحنا مش لازم نعول عليه. انت عندك ايه في المعده؟ احكي لي عليها. ايه اللي بيعجل تعبك؟ حضرتك بقوم الفجر كده واخد بالك، يعني انا باستمرار 3 ساعات بلاقي معده التمرد كده وبيجيني زي الهبوط. احنا من المعده ما له مال هبوط، في الم بيجيني زي الهبوط كده، اول ما بحس بالجوع بيجيني زي الهبوط بيقوم. وده ماله مال المعده برضه؟ طب ما المعده بحس بالالم في المعده يا دكتور. خليني في الالم ده بقى، بيجي بالليل ولا بالنهار؟ كتير الالم بيجي من بعد الساعه 12 حضرتك، يعني في الفجريه كده لما بقوم اصلي الفجر. طب لو اتعشيت او خدت لبن والالم موجود، الالم يروح ولا يستمر؟ لا حضرتك لما ما اكل الالم بيخف شويه، انا لو اول ما املاها شويه كده بحس ان الالم يخف. اللبن جربت اللبن؟ اللبن لا، اللبن كلته قبل كده وما رجحته يا باشا. يا بقول ايه؟ رجحته. يعني اللبن من المعده ما بترتاحش في اللبن؟ مش اما ارتاح للبن. طيب ما يكونش عندك المراره، التهاب مزمن في المراره وهو اللي بيرفع الحراره ويجيب الالام، مش ده اقرب شويه؟
طب يا دكتور انا رحت عند اطباء يعني متخصصين في المانيا يعني واساتذه، قال لك لا بالنسبه للمراره ما فيش كشف كشفته، وقال لي عندك المراره. ما هو حضرتك لو انا سمعت كلامك يبقى ما تتصلش بيا افضل، واخد بالك؟ ما هو لازم انا هيبقى عندي دخله جديده الكلام ده، سواء شفتك بالتليفون شفتك على الطبيعه، فلازم انا حضرتك بقى اكون فكره تانية. لو انا مشيت على كلام الناس اللي اشوفك قبل كده ما فيش داعي انك تجي لي اساسا او تسالني، واخد بال حضرتك ازاي؟ طيب بالنسبه للمعده خلينا نمسك نعتبرها معده زي ما هم بيقولوا، اخدت ادويه لمده 3 اسابيع عشان الحلزونيه. استاذ فرج انت لسه معنا؟ لا تقريبا قطع. طيب. هو عموما في دواء بيتاخد اسمه كلاسيت 500 ملي جرام الصبح و500 بالليل، وياخد فلاجيل 500 ملي جرام 3 مرات في اليوم، وياخد دواء برضو تاني زي جاسترزول 40 ملي جرام حبايه الصبح حبايه بالليل 3 اسابيع. تمام. يستمر عليهم، لو كانت حلزونيه هتتدمر ويبقى كويس. تمام. ناخد الاتصال بعده. استاذ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي 35 سنه، الوزن بتاعي 94. تمام. مريض سكر بقالي 3 سنين، باخد امريل اس 500، وباخد ملجا، وباخد حقن اللي هي بيوفيد اللي هي بتاعه الاعصاب. بس كده. بس انا حاسس ان انا عندي يعني ايه، عندي كرش بسيط مش كبير، فمش عارف. فكنت باخد سيدوفاج وبطلت اخده. سنك السكر بتاعي 200 180 في الحدود دي. صايم فاطر ولا صايم ال 200؟ عشوائي بيعمل معايا مثلا 180. تمام. بيبقى صايم بيعمل معايا 200 180 برضه في الحدود ديت، بيلعب يعني في الرينج ده. ده صايم ولا بعد الاكل؟ هو بيقول فاطر 200. صايم. صايم كام؟ والله صايم بيلعب 180 200 يعني في الحدود اللي انا بحلل كل شهر مثلا او كل اسبوعين، فبيلعب في الرينج ده. طيب يعني اذا انت سيادتك ووزنك 96 كيلو صح؟ وزني 94 كيلو، طولي 180. واضح انت طويل ما شاء الله، يعني وزنك يعتبر كويس بالنسبه لنا يعني. اخر 6 شهور الوزن زاد ولا قل؟ لا الفتره الاخيره ديت انا بدات اكل كتير والله يا دكتور، فحسيت ان انا ايه يعني زدت 2 كيلو 3 كيلو كده. طيب الف سلام عليك. خلاص اقفل حضرتك وانا ماشي. شكرا استاذ محمد. هو بياخد الاماريل واخد بال حضرتك ام، وهو معنى ان وزنه زاد يبقى بياكل كتير. بص يا ابو حميد انت 36 سنه، ده كلام فارغ اللي انت بتعمله ده، انت وامثالك المفروض الصايم بتاع حضرتك من 90 ل 100 110 اقصى حاجه. واحد 36 سنه ده كله هيقع منه بعد كده، داخل 180 ل 200 ولا الحاجه هتتنيل تشتغل بعد شويه. صح. هو فاهمني طبعا. عادت تيجي تعيط بقى ما هنعمل لك ايه، خليك جدع كده واقرصه وتعدل. ربنا يستر. اللي بعد الاكل ما يزيدش يا ابو حميد عن 140، لان سنك 36 سنه، انت مش 75 ولا 60 ولا 70 كده. فلازم احنا بنسميه ميتيكولاس كنترول، يعني كنترول يعني صارم. الصايم 90 ل 110، اللي بعد الاكل ما يزيدش عن 130 عشان خاطرك يا حسام. 140 بعد الاكل ساعتين. تمام. نعليها 160. طب هو يعمل ايه؟ يمسك الاكل لان وزنه زاد. تمام. امسك الاكل هتتظبط، مش عاوز اديك دواء تاني يزود وزنك عن كده كمان. كلمني بعد شهرين بامر الله تعالى هتلاقي الشكر بتاعك كله اتظبط. يعني دكتور لازم المريض يكون عنده اراده. لا هو يمسك الاكل اراده والاكل. في حد قال لك والنبي اقول لك كل ايه واشرب ايه؟ وانا مالي بتاع الكلام ده؟ فاضي اضيع الحلقه في الاكل والشرب. لا لا هو بالنسبه لمحمد ده ينزل اكله بنسبه 40%، يشتغل على 60% من اللي بياكل. انا ماليش دعوه، مش عايز اعرف. تمام. مش فضيله. عندنا استاذ شيماء وبعديها ام هبه. طيب يلا ناخد استاذه شيماء الاول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضلي. طيبين. طيب الصحه والسلامه. لو سمحتكم اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا استاذه شيماء. لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي عندي مشكله في الغده الجار الدرقيه. ربنا يكرمك. عملت تحليل طلع الهرمون بتاعها عالي. البي تي اتش كلمه عالي، انا هنا مش بتاع فسيخ، تديني رقم. طلع 133 ونص. والطبيعي 80 مش كده عندك؟ ماشي. 80. موافق. وعندي نقص كالسيوم ونقص فيتامين د. ويا دكتور بقى بيجي لي ضربات قلب على طول تبقى سريعه. طب انت تشخيصك ايه؟ شكلك كده شاطره. استني بس سيبك من الكلام اللي بقى ده. انت تشخيصك ايه؟
يعني في زياده في افراز الغده الجردركيه ولا ايه بالظبط اللي عندك؟ غلط. عن الهرمون بتاع الغده الدرقيه. غلط غلط. القصه كلها اما الفيتامين د تاخديه الكالسيوم هيتظبط، الغده الدرقيه هتتظبط، انت ما عندكش غده جردركيه خالص. فانت حضرتك هتاخدي حاجه اسمها ديفارول، دي حقن بتاعت فيتامين د، ناخد حقنه كل اسبوع لمده 8 حقن، وبعد كده نكمل على فيتامين د نقط حبوب اي حاجه، ناخد كالسيوم فواره اسمه فيتا سيد كالسيوم فواره مرتين في اليوم هتبقى زي الفل. تقيسي البي تي اتش تاني اللي هو بتاع الغده الجردركيه بعد شهرين ثلاثه هتلاقيه بقى طبيعي وما عندكوش غده جردركيه ودخلتك غلط ولا طالب في الامتحان سقط. مع السلامه. استاذه شيماء شكرا. شكرا استاذه شيماء. الدكاتره ايه بقى اخوانك يشتغلوا كده؟ طيب حاجه تزعل حتى 133 اللي بتقولها دي، انت عارف لما الغده الجردركيه بتشتغل جامد تطلع كام؟ 400 500 700 دي 133 ونص عندك وعند انا تطلع كده الحمد لله. وفيتامين دي ده هتتظبط بسرعه. طيب بامر الله. ناخد الاتصال بعده احتمال يفرحنا. ام هبه السلام عليكم. لا احنا احنا في الطب مفيش حد بيجي الا ما تكون بقى ايه يعني ما كانتش بتحمل وحملت. عليك عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام هبه. اهلا وسهلا دكتور سامعي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامعك يا ام هبه. انا اللي اتصلت عليك بتاعت النور من شويه يا دكتور. بتاعت ايه؟ يا دكتور النور. انا معيش فلوس كتير. ده النور النور يا ست الكل ده مش البرنامج بتاعنا لو سمحت. طب بقول لك ام هبه ادي بس تليفونك للكنترول. لا وانا برضو بقول احنا يا فندم احنا جايين بنعالج الناس لو سمحت. انا مش برنامج اجتماعي بعد اذن حضرتك. لا 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 شكرا يا ام هبه. لن نحيد عن هدف البرنامج. شكرا يا ام هبه. احنا برنامج طبي علاجي. في برنامج اجتماعي تتصل بيه، اجتماعي تكافلي حاجات كده، ده مش طبيعتنا احنا دكاتره. طيب الاتصال اللي بعده استاذ عماد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت بقول لحضرتك بس عندي مزاد فلوس وضغط واطي. طيب الصوت انا مش بالنسبه لي هحاول بس سيادتك. نعم سيادتك تبعد عن التلفزيون شويه او حاجه احسن، انا مش متبين الصوت كويس. ايوه انا بعدت. بقول لحضرتك عندي مدام عندها هبوط وصداع. هبوط وايه يا حبيبي؟ هبوط وايه؟ وصداع؟ يا استاذ عماد لو سمحت بس ده ليك ولكل المشاهدين، يا ريت نتكلم ونسمع من التليفون ونوطي التلفزيون لاني حقيقي بنضيع وقت الدكتور وانت كمان ما بتاخدش حقك كمريض. فلو سمحت تملي وطي التلفزيون اتكلم من التليفون. اتفضل يا استاذ عماد. كده الصوت كويس؟ حلو كده. طيب بقول لحضرتك عند المدام عندها هبوط وصداع وعطول تعبان يعني. انت سنك كم سنه الاول؟ يعني. استنى بس سنك كم سنه؟ سنها 33. والمدام هتكون المدام كام بقى؟ 18 سنه؟ المدام لا المدام 33. بتكلم حضرتك على المدام، المدام 33 هي اللي عندها صداع. وانت كام؟ ما انت جايز تكون انت السبب. بس استنى انت كام بهزر معاك؟ كام سنه انت؟ الله يخليك. الله يخليك. كام؟ سر. بقول لحضرتك يعني عندها بوط على طول وصداع وهي وزنها 95 وطولها 95 كيلو وطولها وطولها 155. طب سيادتك ما عندهاش سكر ولا ضغط؟ لا الضغط واطي عندها على طول. حلوه قوي دي. واطي بقاله كام سنه؟ واطي بقاله كام سنه؟ واطي يديله تقريبا يعني حوالي تقريبا 7 شهور كده. طيب سيادتك يعني هو كان كام زمان ودلوقتي بقى كام اما وطي؟ الضغط عندها كام يعني؟ كان كام وهو حلو واما انخفض بقى كام؟ والله ما بيسمعش يا دكتور صراحه ما اعرفش صراحه. طب ما انا هنجم كده ممكن اديك دواء غلط يضرها لان حضرتك انخفاض الضغط وارتفاعات الضغط بيدوا احيانا اعراض متشابهه ولكن انا طب قست الضغط لما بيجي لها الهبوط؟ ما قستش الضغط لما بيجي لها الهبوط يا اخي؟ لا لا ما يسمعش صراحه من فتره يعني هي ما يسمعش الضغط صراحه ما عجبتش على حضرتك يعني. يبقى الهبوط اي كلام بقى مش هبوط كبير يعني هي بتشعر بهبوط لكن ما فيش هبوط. هي هبوط مش عارف حضرتك هتفعل مثلا يعني وزنها 96 وطولها 100 و155.
ما وافق ان هي في 20 30 كيلو زياده، بس حتى لو هو انت اللي بتقول عليها عندها هبوط، فانا دلوقتي بص، طب هتعمل لي سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين، تاخد ازازتين كوكاكولا او بيبسي او سيفن اب كبار وتعمل عينه بعدها بساعتين، والعينات دول تعملهم في البيت مش تروح تعملهم في معامل، واتكلمنا في الموضوع ده باستفاضه. نمره 3 تعمل لي صوره دم او نسبه هيموجلوبين، لا صوره دم ولا بتاع، تمنها 5 جنيه صوره دم، لا نسبه هيموجلوبين عشان تبقى رخيصه. يعني ده حضرتك كده تحاليل ولا مش فاهم؟ تحاليل والله، امال انا بقول ايه؟ طب اقفل وانا اقفل وانا هتكلم، اقفل وانا هقول عشان ماشي. شكرا استاذ عماد، خليك مع الدكتور وبعديها ام عبير. طب حاضر، احنا دلوقتي حضرتك بالنسبه له بيقول في وزنها اولا زياده 20 30 كيلو، يعني بتاكل كويس، يعني الحرق عندها مش قد كده، الغدد يبقى فيها ممكن مشاكل شويه، الهبوط دي تتراوح من مفيش حاجه خالص طبعا الى ان يكون في انخفاض سكر وانخفاض ضغط ونقص في الغده الكظريه او الغده الدرقيه، لحد ما مخك يوصل لاي حاجه انت توصلها من مفيش لاي حاجه. طب انا اعمل ايه وانا قاعد القعده اللي احنا فيها دي بقى؟ عوضنا على الله، ان انا لازم اسمع ارقام. فهيعمل لي نسبه هيموجلوبين 2، هيعمل سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين، جهاز في البيت ويسمعونا من الحلقات ازاي تعمل الموضوع ده. نمره 3 انا عايز، مش عايز اكلفه كتير، تمام، يقيس لي دول وكفايه، واخد بالك، ويقيس لي الضغط اثناء ما تبقى هي تعبانه، ويقيس لي الضغط اثناء ما هي مش تعبانه. تمام، يعني مهم جدا يا دكتور اللي بيتصل يبقى على الاقل جايب تقارير وتحاليل عشان تعرف تشتغل عليها. صح، انا برضه بيتصل ممكن اطلب منه ما يجراش حاجه. صح اكيد يعني. طيب ناخد ام عبير. سلام عليكم. سلام ورحمه الله، ازي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا بك. بعد اذنك بس وصلني للدكتور عشان نسيت اقول له حاجه في التحاليل. اتفضلي يا ام عبير، تحت امرك، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ نعم اهلا وسهلا، اتفضلي. الله يبارك لك يا دكتور، انا قلت لحضرتك ان الانيميا، انا عملت صوره دم، الانيميا طلعت 11.4. انا واخد بالي والله يا ام عبير، وبتضيعي وقتك. هو كده مش عايز اعالجها؟ لا ما تعملش، اقفلي حضرتك وانا هرد. خلاص لازم، شكرا يا ام عبير. لازم يعرفوا ان انا ما بنساش، ولازم يفهموا ان الكلمه بتتقال انا ترجمتها طب. اكيد في 30 حاجه يقولوها وانا ما تلمسش معايا، لان ملهاش اساسا اهميه. نسبه هيموجلوبين 11 11 ونص، البلد كلها ماشيه ب 11 ونص. تمام، يعني انت لو جيت تقيس الهيموجلوبين ل 200 واحد او 500 واحد 11 ونص كويس. فهي فاكره ال 11 ونص دي مربط الفرس وانا ما خدتش بالي. هو الطبيعي كام يا دكتور؟ الطبيعي 12 ونص مثلا، يعني ما فرقتش. بس انا ابدا اخاف مثلا يطلع 9 8، وبعدين مع الاعراض اللي بتقول عليها ما تهمنيش قوي. تمام، فهي ما تبقاش تنزعج، يعني ما العيان ما ينزعجش ويضيع وقتنا ويقعد كل شويه يتصل. تمام صح، عشان هو يعرف يخش ويستفيد زي ما هو استفاد. انا متهيألي كان معانا استاذ فرج، ده رجع تاني تقريبا. ما انا خلصت فرج على فكره. خلاص. طيب متشكرين. طيب ناخد الاستاذه ميرفت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه يعني الله. يعني معلش يا ست ميرفت، خليكي ارجو برضو من الناس اللي بيتصلوا ما يقعدوش يطردونا طول الحلقه. هو سبحان الله في ناس بتبقى شاطره وبتقفل على غيرهم. صح، يعني مش معقول. انا عارف بقول فرصة إيه، وما بحتاج حاجه بطلبها، ولو انا في حاجه ناقصه بطلبه تاني، اقول له كلمني تاني. ده اكيد يا دكتور، عشان الناس تاخد فرصتها. اتفضلي اتفضلي يا استاذه ميرفت. ايوه حضرتك، اتفضلي. بقول لحضرتك للدكتور، عشان انا عندي الضغط تقريبا عالي، عندي صداع جامد جدا داخل على 10 ايام، باخد مسكنات وقسته قبل كده وبيديني مظبوط. يعني الضغط بيطلع مظبوط مع سيادتك؟ على مثلا يجي 80 على 130 او 140. طيب سيادتك بقالك 10 ايام تعبانه، قستيه خلال 10 ايام؟ لا ما قستش بصراحه، وعندي طيب صداع جامد قوي. فين مكان الصداع يا فندم؟ عندي في نفوخي كده. ما هو نفوخ هيكون فين الصداع؟ الصداع من ضمن التعريف اللي هو الم في الراس. ماسك كده من ورا دكتور. برافو عليك، على القفا. ايوه بيبقى الصبح اكتر ولا بالليل اكتر؟ لا بيبقى اول ساعات، ما اول ما اصحى ساعات بقوم من الصداع. انت بتشرحي بس، مش عايز الناس بقى يفضلوا كلهم يقولوا زيك ويدوا نفسهم في مشكله. انت بتشرحي ارتفاع ضغط الدم كما هو مكتوب للعيال سوري للدكاتره الصغيرين. فعلا الضغط عندك عالي، بس انا لا اجرؤ ان اديك علاج على هذا المستوى. ولكن احنا ممكن، سنك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 67. 67 بتاخد اي ادويه يا فندم؟ باخد علاج القولون، عندي القولون تعبان. اسمه ايه الدواء يا فندم؟ نعم، اسمه ايه الدواء؟ باخد كلوفرين وباخد
زي بوليزيم ده اللي كنا ماشي كومبوزايم مثلا او حاجه زي كده موافقين ده هاضم يعني طيب بس عندي الجيوب الانفيه ممكن تكون هي مسببه لي الضغط عالي ما تديش الالام اللي انت بتقولي الالام بتاعت الجيوب الانفيه حضرتك بتبقى في مقدمه الراس مش ورا ولكن احنا دلوقتي هنهزر معاك يعني هديكي دواء ما ياثرش بالسلب كبير على سيادتك هناخد كونكور 2.5 مللي جرام لحد ما تقيس الضغط لو لقيت الضغط عالي خدي 5 مللي جرام الف سلام باكل شكرا يا دكتور مش مهم بس خديه وخلاص ده انت المفروض تاخديه دلوقتي شكرا شكرا عشان في ضغط اتصالات لو تقدر تديني اول اتصال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام ورحمة الله تفضل الو مع سيادتك الدكتور سامعك تفضل وطي التلفزيون او اقفل التلفزيون او بيع التلفزيون ربنا يسهل وما تجيش اخر واحد اتفضل السلام عليكم سامعينك والله والدكتور سامعك يا دكتور انا دلوقتي على العلاج اللي قالوه للدكتور على الميكروب الحلزون طيب وبعدين اسمه ايه يا دكتور بعد اذنك انت ما انا قلته لك طيب بص حضرتك اقفل انا ما حسبتش اكتبه صح يا بيه طيب حاضر حاضر اتفضل حاضر طيب. احنا غلطانين حقك علينا اقفل حضرتك وهقوله لك شكرا هو بالنسبة للسادة الزملاء او المتصلين زي ما سيادتك قلت لهم قبل كده مرارا وتكرارا اتفضل ان انا بفكر والله بتكلم جد احنا ناس لازم نعيش طبيعتنا وحياتنا يجيب لي صبوره هنا صغيره بتكلم جد وانا هيبقى معايا تباشيره وماركر قلم ماركر وبورده صغيره واكتب الدواء وهو ياخد سكرين شوت من الشاشه تمام يعني يروح مصوره يبقى هم جاهزين بتليفون ولا حاجه يروح مصورين يقولوا لسعد الحميد بقى يجيب لنا صبوره هم مره بس مش هنقف يعني تبقى موجوده قدام هنا موجود كده اكتب احطها لهم امكانيات بلادنا كده لا ما فيش مشكلة ما حتى لمساعدة المريض للناس. طبعا بالنسبة له حد الوقت ما نجيب الصبورة ان شاء الله ورقة وقلم ورايا والكلام ده حضرتك بتعيد الحلقة بتتعاد الساعة 1 الصبح تقريبا المخرج لو يقول لك بتعاد الساعة كم نعلن الحلقة اكيد دي. اكيد يقول له لو يعني عندكم المعلومات الحلقة دي هتتعاد امتى يا ريت تقول لنا تقريبا فحضرتك بتبقى انت عارف امتى دخلت وامتى الكلام اللي انا بعمله تمام. وبتسجله فيديو وتطلع بيه على الصيدليه او لسه جاي للرد الساعه 1 صباحا الحلقه هتتعاد بتاع الدكتور محمد سعد حامد بعد كده بتنزل على اليوتيوب تقريبا بكره عيش بقى مع حياتك ودلع نفسك واسمع تمام انا بجيب الصبور لا ان شاء لا ده فكره ممتازه يا دكتور لان زي الوالده اللي كانت بتتصل دي عايشه لوحديها او قاعده لوحديها ممكن هي احنا برضو لو ينفع نطلع على الشاشه على طول الدواء مكتوب انا ما عنديش مانع تمام طيب معانا ام وسام وبعدها الاستاذ مصطفى ناخد ام وسام الاول السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله كل سنه وحضراتكم طيبين كنت طيبه يا ام وسام الله يسلمك اتكلم الدكتور اتفضلي تحت امرك انا كنت دكتور عامله تحاليل السكر التراكمي قبل 3 شهور كان 11 فظبطت نفسي وكده فالاسبوع اللي فات عملت التحاليل الحمد لله وظائف الكلى كويسه والتراكمي من 11 زي 6 لا زي 6 انت عملت التراكمي مستني بالراحه عليا التراكمي عملتيه في نفس المعمل ولا معمل تاني لا في شهر 3 عملته في معمل الشهر بعد 3 شهور عملته في معمل تاني طيب سؤال مهم انت حضرتك السكر الصايم وبعد الاكل او اي سكر كنت بتعمليه ايام ما كان 11 كان بيطلع كام؟ كان يعني انا حضرتك قلت لك كان اول ما ابتدات اكتشفته كان 300 سؤالي مش كده سؤالي مش كده سؤالي يا فندم اسمعيني نعم اما حضرتك الهيموجلوبين ايه 1 سي اللي هو التراكمي بيطلع 11 اياميها كان السكر الصايم او بعد الاكل او العشوائي كان بيطلع كام؟ طلع 290 بتصايمة بالليل طلع 290 طب كفاية خلاص بعد الاكل كان طلع كام؟ ثاني يوم عملت بعد الاكل طلع 240 ده ايام ما طلع 11 صح؟ ايام ما طلع 11 بس كتر خيرك كتر خيرك انا هسأل السؤال اللي بعده اللي من دول بيطلع السكر كام؟ اللي لو احلل الصبح 90 100 كده يعني
طب واللي بعد الاكل بساعتين بيطلع كام؟ بعد الاكل ساعتين 130 140. طيب ده. التحليل الاولاني ما كانش صح قوي، ال11 عمر ما هتنزل ال11 ل6، ده احنا لما ندخلك جوه مكنه بتشفط منك السكر. المتوقع ان حضرتك كان سكرك 230 220 زي ما انت بتقولي سيادتك، واخد بال حضرتك؟ المتوسط بتاعه كان المفروض يطلع لهيموجلوبين ايوان سي 8 8 ونص، وبعدين لما تتظبطي كده يرجع يبقى 6 6 ونص، كلام معقول. فالاولاني ما كانش صح. اتفضلي اسالي اي سؤال تاني. يعني اعيد التحليل ثاني دلوقتي؟ ليه ما ربنا كرمنا والحمد لله والسكر الصايم بيطلع 110 وبعد الاكل بيطلع 130، انت زي الفل، خليك على نفس العلاج ده. طب يعني كده السته دي كويس يعني، ولا عيد التحليل؟ وليه نعيده؟ ما انت الصايم اقفله وانا هجاوب. حاضر تمام. هو التحاليل كلها طلعت حلوه بس الكوليسترول طلع عادي 280. طيب اقفله وانا هكلم حضرتك. شكرا يا مسام. طيب احنا دلوقتي هي حضرتك اتفضل. طبعا احنا قلنا الاي 1 سي كان غلط من 3 شهور بالتاكيد، يعني 99% كان غلط. الوقت الحالي هي الصايم كويس وبعد ذلك بساعتين. عايز اقول للناس اللي بتصوم ما يعتمدوش على التراكمي ابدا. التراكمي في مره يا استاذ حسام انا عارف ذكائك تمام فكرني بيه اتكلم عنه، احنا ممكن نتكلم 4 ساعات عن التراكمي. عن التراكمي وافهمه للناس كويس. حلو. ففي مره ان شاء الله كده يعني مش مهم، مش هناخد اتصالات نبقى نقوله مثلا. فانا ما يهمنيش التراكمي يا جماعه، احنا عندنا 7 مواضع لتحليل السكر في الدم. عندنا حد عندنا يا معانا استاذ يوسف. خلاص هات يوسف عشان اقرب. هو الاستاذ يوسف المحظوظ اخر اتصال. لو في حد تاني ناخده على فوق عشان احنا ضيعنا وقت كتير النهارده. قول يا ابو يوسف يا مخرج. استاذ يوسف السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا استاذ يوسف. اتفضل. لو سمحت يا دكتور. اتفضل يا حبيبي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور. نعم. انا عندي 14 سنه واول ما بمشي ماشي عادي سريع او بطيء ما بيحصلش حاجه، لكن اجري الاقي جنبي يوجعني. جنبك يا حبيبي. انت حضرتك بتلعب رياضه ولا حاجه يا يوسف؟ انا كنت بروح الجيم بس حاليا لا. طيب يعني انت مع العضلات بس مع المجهود ماشي ولا تتني جسمك وترتاع والكلام ده؟ لا جري جري الاقي جنبي وجع. بتجري كل قد ايه؟ كل يوم بتجري؟ لا هو مش شرط كل يوم، اي وقت اجري فيه الاقي جنبي وجع. الالم بتاع الجري اثناء الجري ولا بعد ما بتخلص جري؟ لا اثناء الجري. طب بعد ما بتقعد بيروح الالم تماما؟ اول ما اقف ايوه حوالي دقيقه كده الالم بيروح. ده الم عضلي ما يخوفش ان شاء الله يا يوسف. لو انت مارست الرياضه بطريقه صح خلي حد معاك من المدربين بتوع الجيم ان شاء الله مش هتحتاج حتى ولا دواء. لكن ادام بيروح على طول بعد الرياضه ما فيش خوف ان شاء الله. الف سلامه عليك. شكرا شكرا يا يوسف. كده مش هناخد حد تاني؟ ناخد لا ناخد النص دقيقه بقى. طيب هو بالنسبة للهيموجلوب اي وان سي اللي هو التراكمي، الاهم منه ان احنا لازم يواكبه تحليل سكر في البيت. وتحليل سكر في البيت يجيب ارخص الجهاز ممكن وارخص شرايط ممكنة. تمام. وقلنا ان احنا ما يهمنيش لان الشريط الرخيص اللي هو 8 جنيه قريب من الشريط اللي 8-4 جنيه. تمام. واحنا عندنا 7 مواضع لقياس السكر في البيت مش في المعامل. المعامل دي السكر ما تقاسش في المعمل، تقاس في البيت وكلمنا 50 مرة وارخص. تمام. السكر عنده قبل الفطار قبل الغداء قبل العشاء، بعد الفطار بساعتين، بعد الغداء بساعتين، بعد العشاء بساعتين، عند صلاة الفجر. مش هيحلل 7 مرات في اليوم، هيحلل مثلا النهاردة الصبح، بكرة بعد الفطار، بعده قبل الغداء، بعده بعد الغداء، وهكذا. يعني 7 ايام يعمل السبعة دول. والضغط مهم برضه يا دكتور؟ لا الضغط كل 15 يوم. لا كل 15 يوم هو يعمل عينه او مره كل يومين او مره زي ما بنقول، وبعدين يعمل لنا جدول. يجي الهيموجلوبين اي وان سي اللي احنا هو التراكمي دي فيه اخطاء فادحه وفي غلط كبير ولا ينم على الحقيقه، ولكن بنحطه مع الصايم وبعد الاكل بساعتين نقدر نوصل لمعادله طبعاً. ومستوى معدلات سكر طبيعيه. الدكاتره بتاخد التراكمي وده غلط. التراكمي لوحده لا تشخيص ولا متابعه، ضيع وقت. واقفل زي ما انت عايز بقى دكتور. تسمح لي استنى بس القميص رايك فيه. ممتاز والله. طب عشان في ناس لا والله العظيم معجب والله العظيم. انا حاول المره الجايه اجيب نفسي حتى اقولك انا نبدل.
أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلت لميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمتابعة والمشاهدة، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدة الصماء كلية الطب جامعة عين شمس، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.